حلقتنا بتكفي مع ايت سمارت وناتاليا غي. هاي ناتالي. هاي كيفك؟ تمام. اليوم الموضوع حلو كتير عن الخضره البريه. بعرف الامات يعني من امي قديش بس تكون عامله خضره بريه بتقول لنا انه قد ايه مهمه وقد ايه طيبه وقد ايه لازم ناكلها، لو انه هي خضره مش دائما يمكن موجوده بالسوق او لها مواسمها، يعني مش كل السنه. بقى اليوم منك رح نعرف اكثر قد ايه هالخضره البريه مهمه بكل عناصرها الغذائية. يعني مثل ما عم تقول هيدي يمكن خضرة منا متواجدة كل السنة، بس بالنهاية هي جزء من نظامنا الغذائي التقليدي، والمشاكل الصحية في كتير قسم منا لها علاقة به نحن كيف عم نتجه على يمكن عم نبتعد بالأحرى عن الأكل التقليدي اللي هو كتير صحي، لا المأكولات يمكن اللي فيها دهون كتير، الفاست فود وإلى آخره. بقى مهم كتير نرجع شوي لهالمأكولات التقليدية اللي يمكن في كتير أشخاص ما بيعرفوها خاصة الشباب، وبالنهاية نعرف شو فوائدها، لأنه هلأ مش بس نحنا لازم نرجع لها، كمان المنظمات العالمية للصحة عم ترجع للمأكولات التقليدية، وخاصة المأكولات التقليدية اللي موجودة بمنطقتنا كمان بلبنان. أكيد من أول الأشياء اللي بدي أحكي عنها هي القرص عني. القرص عني كتير سهلة إنه نلاقيها خاصة من بعد الشتاء، يعني هي من النباتات اللي بسهولة منقدر نلاقيها، بس تكون عم بتشتت الدنيا دغري بعد كم فترة منلاقي هالنوع من الخضرة. هلأ من أهمية هالنوع من النبات إذا فينا نقول هي إنها بتحتوي على معدل كتير مهم من الفيتامين أ. نحن دائما منفتش على مصادر المواد المضادة للتأكسد كرمال تنحسن صحتنا، وهي كتير سهل أنه نلاقيها بالطبيعة، خاصة أنه ما ننسى هالأنواع من النباتات فينا نكون أكيدين أنها منا مرشوشة، أنه ما جاي عليها يمكن كمية مواد كيميائية كرمال تتحافظ على الطبيعة. هي الطبيعة، وبالنهاية وقت اللي تطلع لوحدها وتوصل لماتوريتي يعني هي بتكون بصحة جيدة، دونك منا بحاجة لهالمبيدات. إذا بعض الأحيان نعاز ينحط لبعض النباتات، دونك هيدي فينا نكون أكيدين إنه نحن عم ناخد شيء بيولوجيك، يعني شيء عضوي ما فيه خالي من المواد السامة. وشغلة تانية هي مثل ما كنت عم بقول بتحتوي على معدل كتير عالي من الفيتامين أ، أو بالأحرى برو فيتامين آ، يعني هي بتخلي هالمادة أو هالفيتامين اللي موجودة فيها تتحول لفيتامين آ بالجسم. هي كمان فيها نسبة ألياف، وللأشخاص هاللي يمكن ما بياخدوا كمية ألياف كافية بفصل بهالفصل هيدا ممكن إنه يتناولوا القرص عني. هلأ طعمة القرص عني بتنعمل مطبوخة، بتنعمل فيها فطاير للأشخاص اللي بيحبوا هيك الطعمة اللي موجودة. سلطة أكيد، السلطة بس أول ما نقطفها كتير طيبة إنه نعملها سلطة مع حمص. وهون شغلة، وقت اللي نخلط هالأنواع من الخضرة أو النباتات مع بقوليات، يعني وقت اللي نحط حمص، أنا بعرف في رسات بالقرص عني بيزيدوا لها حمص وبصل، دونك هيك بنكون عم نحس مش بس كمية الألياف اللي عم ناخدها، الفيتامينات اللي موجودة فيها، بس كمان بنكون عم ندخل بروتينات نوعيتها جيدة. وهلأ الأشخاص اللي قريباً بدهم يبلشوا يصوموا، هيدي من الأشياء اللي لازم ندخلها بنظامنا الغذائي مع حمص مثلاً، هيك منحسن من نوعية البروتين إذا بدنا نتجنب استهلاك اللحمة. يعني خلطة هالأنواع من الخضرة مع بقوليات كمان هيدي شغلة منيحة. لك حال طيبين كتير كمان مع الجوز والرمان. ما دقتها هي. لازم تربيها. كيف نية؟ ايه القصص اللي رح نحكي عنها كان هي عم خربت بيناتهم للاعشاب، بس انا بعرف انه مع الرمان والجوز كثير طيبين. بدنا نجربها لكن. بنتقل هلا للخبيزه. الخبيزه ورقتها بتشبه كثير ورقه الجيرانيوم مثل ما عم نشوف. هلا هي اكيد منا في فرق بيناتهم، بس الخبيزه من ميزاتها كمان معدل الفيتامين ا فيها عالي. ثلاث ارباع هالانواع من النباتات فيهم انتي اوكسيدان عالي، فيها فيتامين سي كمان. الأشخاص اللي يمكن مش عم بياخدوا كمية كافية أو ما بيقدروا ياخدوا حمضيات بهالفترة من السنة، الخبيزة كمان هي من الأشياء اللي
ممكن انه نستهلكها تنكون عم ناخذ كميه كافيه من هالفيتامينات. الاليف فيها كثير منيحه، يعني هي اذا بدي اقارن هالانواع من النباتات هي من اهم كميه الياف إذا مقارنة ببعضهم كنباتات. والخبيزة فيها شيء مميز إنه نوع الألياف اللي فيها لاكساتيف، يعني بيساعد لتحسين نشاط الجهاز الهضمي للأشخاص اللي عنده الإمساك. الخبيزة هي من الأشياء اللي ضرورية بنظامهم الغذائي لأنه نوع الفيبر اللي فيها بيساعد لتسهيل تليين المعدة. هلا شغله كمان بالخبيزه، الخبيزه بتحتوي على مواد مضاده للتاكسد غير الفيتامينات اللي كنت عم بحكي عنهم، الفيتامين سي والفيتامين ا، بتحتوي على مواد مضاده للتاكسد مميزه لها بالاخص اذا بدنا نقارنها ببقيه انواع النباتات. هي من اهم نباتات بتعطي مصدر لهالنوع من المواد المضاده للتاكسد اللي هي انتي انفلاماتوار وانتي اوكسيدانت. اكيد دونك الخبيزه كثير منيحه، ندخلها بكره بس يصير موسمها قريبا، ندخلها بنظامنا الغذائي. هلا يمكن نحن بنسال انه اوكي في هولي وفي سبانغ اللي نحن معودين انه ناكله دائما، السبانغ متواجد وهلا ما بطلنا نعرف اي متى موسم سبانغ واي متى مش موسم سبانغ لانه صار متواجد كل الوقت. اذا بدنا نقارن هالانواع من الخضره، السبانغ صحيح كمان بتعطينا فيتامين A وفيتامين C بس مش مثل هالأنواع من النباتات لأنه هي بتكون عم تطلع لوحدها، دونك عندها قوة سيرفايفل إذا فينا نقول، دونك بيكون عندها حصانة وبيكون عندها دايما النباتات اللي بتكون برية بيكون فيها معدل مواد أنتي أوكسيدانت أو مواد أنتي أنفلاماتوار أكتر من النباتات اللي نحن منزرعها واللي منكتر لها يمكن مي منحط لها مواد تطلع بخارج. غير انه عن جد منحس طعمتها فرق، يعني منحس طعمتها كونسنتريها هالقد مركزه، يعني حتى البقدونس يلي من الارض منحس في فرق بينه وبين البقدونس العادي 100%. فرق كبير. مزبوط. هلا من ميزات هالانواع من الماكولات كمان هي كميه الكالسيوم اللي موجوده فيها. هلا بدنا ما ننسى شغله انه عاده مثلا وقت نحكي عن السبانغ، السبانغ هي من النباتات اللي بتحتوي على معدل عالي من الاوكسالات، والاوكسالات عاده بخفف من امتصاص المعادن اللي موجوده بالسبانغ بالاخص. هلا النباتات منا كلها مثل بعضها، يعني معدل الاوكسالات بالسبانغ أكثر بكثير من معدل الأوكسالات من النباتات اللي ممكن أنه نلاقيها بالطبيعة. هلا أكيد الكمية بتتفاوت بين نبتة ونبتة، تنتخلص من الأوكسالات لازم نطبخ أو نسلق بالأحرى هالأنواع من الخضار، بس لسوء الحظ وقت اللي نطبخ أو نسلقهم نفقد كمان فيتامينات تانية موجودة بالقرص عني وبالخبيزة اللي هي مثلا الفولات. هالأنواع من الخضرة مثل السبانغ كمان مثل الهندبة اللي رح نحكي عنها هلأ كمان بتحتوي على كمية فولات أسيد فوليك مهمة جدا لسيدات الحوامل، للأشخاص اللي المسنين، كمان للأولاد والأشخاص اللي عندهم نوع من فقر دم معين، دونك لازم ياخذوا كمية كافية من هالأسيد فوليك. بيساعد لنمو الجهاز العصبي، دونك الأسيد فوليك كتير مهم بنظامنا الغذائي. هالأنواع من النباتات هي مصدر كتير مهم للأسيد فوليك والفولات، وبس لازم ننتبه كيف نطبخها، يعني إذا بدنا نطبخها أفضل إنه نطبخها على البخار تنضلنا محافظين على هالكمية هاي. يعني الخضرة النية والخضرة المطبوخة نسبة الفيتامينات فيها بتتفاوت أكيد. هلأ في إشياء بتروح وإشياء بتضل، وفي ميزات كمان للخضرة النية اللي عم نخدها أو للنباتات النية، بنكون عنا فيتامين سي أكتر، بس وقت اللي نطبخها بنفقد الفيتامين سي بس منخفف من يمكن كمية الأوكسالات اللي فيها. دونك مهم إذا بدنا نطبخ هالأنواع من الخضار أفضل طريقة هي أنه نطبخها على البخار كرمين تنضل محافظين. أول شيء بنكسب وقت الطبخ على البخار
البخار بخفف من وقت الطبخ، يعني من بتنطبخ بسرعه اكثر. شغله ثانيه بنكون كمان عم نضلنا محافظين على هالفيتامينات، خاصه الفولات اللي نحن بهمنا انه يضل موجود بنظامنا الغذائي. بنتقل هلا لنوع ثاني من النباتات اللي هو العكوب. العكوب منه كتير معروف ويمكن بعد ما في منه هلأ. العكوب كتير مهم، اللي هو الخرشوف الجبلي أو بيسموه كمان ببعض المناطق شوكة الجبل. كتير حساس، يعني لازم ينقطف هو وصغير تنقدر ناكله بالآخر. وتنظيفه منه سهل، لا، لأنه فيه هي. شوك صعب أنه نقطفه. بس ميزات هالنوع من النباتات هي أنه من زمان كانوا يقولوا انه هالنوع من النبات هي لحمة الفقير، لانه عكس عن بقية انواع الخضرة او النباتات، معدل البروتين فيها من بعد ما عملوا دراسات عنا اعلى من غيرها. يعني هيدي شغلة مش كتير غلط شو كانوا يقولوا، انه هي مزبوط. بالنهاية فيها معدل بروتين اعلى من غيرها. ليلى ما بيعرفها، طعمتها كتير كتير طيبة، مثل قردة شوكي شوي. شوي قريبة على هي بتنطبخ، بتنسلق، ما بتنأكل، ما بتتاكل ني. كيف بتعملها انت؟ مش انا، امي بتعملها. فانه بس يعني قد ما بيعذب، لما بتعذب فيها بتبقى كمية هالقد حتى يزبطوها ويشحلوها، يعني من الشوك مع بصل وثوم بتتقلى. كثير اذا مزبوطه الرسات براسي، وبعتقد بنحط لها حامض. نسلم على امك. تعطينا الرسات بعدين. اوكي. هلا انا بعرف كمان بينكبس، بينعمل كبيس، بكبيس عكوب كثير طيب كمان، كثير بتشبه طعمته، بس ينطبخ وبس ينكبس للقرديشوكي. ما بعرف اذا انا مزبوط اللي عم نقوله. كمان من ميزات العكوب انه بيحتوي على كالسيوم، يعني وقت اللي ناخذ تقريبا 100 جرام من العكوب، اللي هي حصه منا كثير كبيره، يعني اذا عم ناخذ عكوب مع بصل مثلا بسهوله فينا ناخذ 100 جرام، بيحتوي على تقريبا 20% من الكالسيوم، من احتياجاتنا اليوميه للكالسيوم، وهيدي كميه كثير مهمه للاشخاص اللي يمكن ما بيشربوا كتير حليب او بيتناولوا كميه قليله من الاجبان والالبان، دونك ممكن انه تكون هي بديل كمان كحصه من حصه كالسيوم اذا بدنا ناخذ هالانواع من الماكولات. هلا صحيح هي فيها معادن، بس يمكن كمان ما كتير بتتواجد خلال كل السنه. انا بعرف انه في مؤسسات بتحضر هالنوع من النباتات وبتبيعها كمونه، بقى لازم نشجعها. وانا اكيد انه وقت اللي نرجع ناكل هالنباتات التقليدية اللي نحن عنا إياها واللي منا موجودة بغير بلدان، أنا أكيد أنه منكون عم نفيد صحتنا أكيد. وبنفس الوقت منكون عم نثبت تقاليد الغذائية تبعيتنا وعم ناكل شي طيب. عم ناكل أكيد شي طيب. نتالي مرسي كتير على كل هالمعلومات. بتمنى لك نهار حلو. ولك كمان مرسي. مرسي. رح نتابع حلقتنا. مايا نصار صارت جاهزة، بعد كم دقيقة بتكونوا مع جاتفت. خليكم معنا.